أيها الناس، حديث يخبرنا فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن حال الناس بجهله، رواه مسلم في الصحيح عن عياض بن حمار رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيه بجملة حديث: وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمرأتهم عرضهم وعجبهم إلا بقايا من أهل الكتاب. الأرض كلهم منقوطون، والمقت هو أشد الكره، والماقت الله الذي مقت هو الله، والمبقوت هي البشرية كلها إلا بقايا من أهل الكتاب كانوا على الأمر الأول من غير الحريف لما كانت عليه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم في كتابه هذا الحديث، وقال: إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك، وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء، تقرأه يقظان ونائما. خرجنا من المقت بسبب هذا الكتاب المنزل على هذا الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا المكت يصفه جعفر بن عبد المطلب رضي الله عنه في الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسند وغيره، لما كان جعفر في جملة من هاجر للحبشة فسألهم النجاشي رضي الله عنه: ما هذا الدين الذي دخلتم فيه؟ خرجتم من دين قومكم ولم تدخلوا في ديني، وليس يعلمه شيئا، ليس يعلم دينا اخر فيستفهمه. ما هذا الدين الذي تركتم لاجله دين قومكم ولم تدخلوا في ديني؟ فقال: يا ايها الملك، يصف له سبب المقت: يا ايها الملك، انا كنا قوما اهل جاهليه. هي ثم ماذا يعني سكنها لجاهليه؟ انا كنا قوم اهل جاهليه، نعبد الاوثان وناكل الميتة ونسيء الجوار ونقطع الرحم وناتي الفواحش وياكل القوي منا الضعيف. فمكثوا على ذلك زمنا، فبعث الله تعالى هذا النبي: قوم يفعلون هذه الافعال كلها، لا يستحقون الوقت. والعجم لم يكونوا خيرا للعرب في ذلك الزمن. قالوا: كانوا امواتا، فبعث الله اليهم هذه الموعظه. اتدرون هذه الموعظه ماذا سمعت؟ احيتهم من الموت. لا تقولوا: كيف تقول انت كانوا امواتا؟ ألم يكونوا يأكلون ويشربون وينامون ويتناسلون؟ بلى، كانوا يفعلون ذلك كله، وكانوا أمواتا. تعجب، كانوا أمواتا. ولذلك قال ربنا سبحانه وكذلك يخاطب نبيه صلى الله عليه وسلم: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. فسمى القرآن روحا، معناه وكانت عندهم تلك الروح، كانت لم تكن. وفاقد الروح حي او ميت؟ ميت. كذلك فعل. ويؤكد ربنا هذا المعنى في الآية الأخرى عندما يقول: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. كيف أنت يا رب أنت تنادين؟ يا أيها الذين آمنوا، هل تنادي الأموات؟ هي حياة البهائم، هذه حياة الروح، حياة النوم وحياة بهيمية. لكن ربنا يناديهم ليحيوا الحياة الروحية، الحياة الدينية، الحياة الأدبية، الحياة الحقيقية التي من لم يأتها ولم يستجب لتلك الروح فهو ميت. كذلك أوحيت روحا استجيبوا لله ورسوله دعكم لما يحييكم. يحييكم إذا أتيتم إلى الروح واتصلتم بالروح. هل تعلمون موتا أعظم من موت إنسان يعبد شيئا ثم يأكله؟ كيف تأكل إلهك؟ وما هذا الإله المأكول؟ إله
يؤكل. كان بنو حنيفة، بنو حنيفة منهم خرج موسى بن الكذاب، كانوا صنعوا إلها من حنس، فجاءت سنة مجاعة فأكلوا إلههم، فقال رجل من الشعراء يصف هذه القضية يقول: أكلت حنيفة ربها زمن التقحم والمجاعة، لم يحذروا من ربهم خوف العواقب والتباعة، أكلوه ولم يخافوا. وش هذا الإله الذي يؤكل؟ هذا حيا ثم يصنع آخر مثله فيأكله أيضا، هذا حي. طيب هل تعلمون موتا أعظم من موتي؟ من يعبد إلها لا يستطيع ذلك الإله أن يدفع عن نفسه. تريد أن تصفع نصفعه، تريد أن تبصق عليه أكرمك الله تبصق عليه، بل تريد أكرمكم الله أن تبول عليه. أي ما يدفع عن نفسي وتريد أن يدفع عنك؟ وهذا الذي وقع على راشد بن عبد ربه رضي الله عنه، كان يعبد صنما فرأى مرة ثعلبا أو ثعلبين يبولان عليه، تعجب استيقظت فيه تلك القدح العقلي الفكري الآدمي، كيف لا أعبد هذا أستنصره نصره أعني دفع عني كذا، وبال عني دفع عني. فقال: أرب يبول الثعلبان بنفس برأسه؟ لقد ذل من بالت عليه الثعالب. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم، كان اسمه غاوي بن عبد العزى، غاوي بن عبد العزى، فصير النبي صلى الله عليه وسلم اسمه راشيد بن عبد ربي. هل تعلموا ما هو أعظم من هذا؟ أموال حتى يعني العرب كانوا قوما عندهم شيء عجيب، لا نعرف قوما فيهم العصبية التي كانت العرب، عصبية خطيرة جدا جدا، ترى الرجل فيهم عاقلا عاقلا هكذا ويرى أن قومه سيسلكون طريق الغوايا، طريق الضلال، طريق غادي ترجعوا الضلوع بهذه الطريقة، فيقول لهم: يا قوم لا تفعلوا، أرى إذا فعلتم سيقع كذا ويقع كذا ويقع. فلا ينصت إليه أحد ولا يبالي بنصيحته أحد، فماذا يفعل هو؟ يتبع. هذا دريد بن الصمة شاعر هوازي وقاضيها وفقيها، يعني جانبها، ولكن هو ذو الرأي فيها. يقول ينصح قومه، يقول: أمرتهم أمري بمنعرج اللواء، هنا منعرج اللواء موضع، أمرتهم ونصحتهم هنا ما تمشي بشكل آخر، فلن يستبين الرشد إلا ضحى الغد. انت وقفوا على كلامي الغد ليه؟ عرفوا على كلامي، وعرفوا على كلامي ان انت مشيت تقول لهم، تقول لهم الصح، لا اخبرهم الا بما فيه مصلحتهم، فاحسنتم لا. امرتهم امري بمنعرج اللواء فلم يستبينوا الرشد الا ضحى الغد، فلما عصوني كنت منهم. على فكرة انت كيفاش؟ وعصوك واتبعوا الغوايا تتبعهم، فلما عصوني كنت منهم وقد أرى غوايتهم وأنني غير منفذ، وهل أنا إلا من غزية إن غوت غميت وإن ترشد غزية أرشد. تصور تبلغ العصبية هذه قمتها في رجل يذهب إلى مسيلمة الكذاب، هذا الكافر، فيقول: أريد أن أرى مسيلمة. ف
فقالوا كيف؟ قال له قل رسول الله. قال لا لا أقول رسول الله حتى أمتحن. فدخل على مسلمة فسأله فأجاب مسلمة فقال له الرجل قال أما والله إني لا أعلم أنك كذاب. لك أنت مسلمة أتي حلف والله إني لا أعلم أنك كذاب ولكن كذاب كذاب ربيعة أحب إلي من صادق مضر. هذا ربيعة من قبيلة ربيعة وأنا من قبيلة ربيعة كذاب وربيعة أحب إلي من صادق مضر. فقتل معه كافرا لما ما قتل مسلما. عصبي يا أخي يجيهم القرآن يفعل فيه مفعول السحر مفعول السحر يولي البعيد الذي لا علاقة بينك وبينه في النسب ولكنه مسلم أقرب إليهم من من ولدته له أمه وهو غير مسلم. هذه تصور هذه العرب مين كمشي فيني قاشر واحد أبدا وليس بقاشر ولكن ما الذي قارب هذا الشيء هذا موعظة